ما حكم ما يفعله البعض إذا مات عندهم ميت يجتمعون في البيت في بيت الميت؟ هذا ما له أصل. والذي ورد في السنة أن أقارب أو أصدقاء أهل الميت يصنعون لهم طعام بقدر حاجتهم يقدمونه لهم لأنهم مشغولون بالمصيبة، يصنعون لهم طعام جيرانهم أو إخوانهم أو أقاربهم قدر حاجتهم يقدمونه لهم. أما أنها تعمل ولايم وتعمل ذبائح وتوسع في هذا الأمر هذا خلاف السنة، وهذا يفتح باب على الفقراء والمحتاجين اللي ما عندهم إلى مات لهم ميت منين لهم الذبائح منين لهم الأشياء هذه. نعم.